برعاية الأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب في مطرانية الروم الكاثوليك، نظم اللقاء الروحي الأول لشبيبات الزرقاء تحت عنوان خلونا نبدأ من جديد، للتعريف بكلمة الشبيبة ومن أجل إعادة الشباب للكنيسة، والذي جاء تزامناً مع يوم الشباب العالمي. وتم الإعلان رسمياً عن الانطلاقة الأولى لشبيبات الروم الملكيين الكاثوليك بمحافظة الزرقاء، والتي تتشكل من رعيتين، الأولى في الحي الشمالي حيث كنيسة القديسة تريزيا، والثانية في الحي الجنوبي حيث كنيسة قلب يسوع. وبمشاركة شبيبة مطرانية الروم الكاثوليك بأم السماق وعدة شبيبات من مختلف رعايا الروم الكاثوليك في الأردن. والتقت قناة نورسات الأردن بالأب مودي هنديلي الذي توجه بالشكر للقناة على دعمها ومتابعتها المستمرة لنشاطات المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب، وقال: التأمنا اليوم بهيئة المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب بلجنة الشبيبة وجميع اللجان، وقمنا بترتيب لقاء بضم شبيبتين، بترتيب أيضا مع شبيبة ماركا، والهدف كما حكينا تفعيل وإحياء هذا النهار لتهيئة لقاء شامل إن شاء الله راح يكون ب 19 آب بضم كل شبيبات المملكة من الشمال إلى الجنوب. كما التقينا بمسؤولة اللجنة الإعلامية لمجلس رعوية الشباب الآنسة أمال دبابنة، وتحدثت عن أهداف هذا اللقاء الروحي. أهم شيء بحياة هدول الشبيبة الإيمان والثقة والالتزام إنهم بيقدروا يعملوا شيء. إحنا اليوم معاهم رح نساهم بنشر نشاطاتهم، أي نشاط مهما كان بسيط. مهمتنا دائما تجميع الأدوار، التشبيك بين الشبيبات حتى شبيباتنا تنهض بمستوى معين يكون إحنا راضيين عنه. وتضمن اللقاء الروحي قداسا إلهيا للأب مودي هنديلي، إضافة إلى إحياء التراتيل الدينية وإجراء الحوارات والنقاشات بين أعضاء الشبيبة، تضمنت أسئلة وموضوعات تتعلق بالتحديات التي قد تواجه الشبيبة. كلمة شبيبة هي حياة، هي روح، هي خدمة، رسالة كل شاب وشابة مسيحية. طبعا ترابط لقائنا اليوم مع يوم الشبيبة العالمي اللي موجود حاليا بأوروبا. احنا بنتمنى انه رسالتنا توصل، احنا كشباب لشبيبة الزرقاء نتمنى انه كلمة شبيبة يكون عندهم معنى راسخ فيها بعد لقاء اليوم، وان شاء الله هم اللي قدام شوي حيقدروا يعطوا معنى كلمة شبيبة للأشخاص الموجودين حواليهم. وبنتمنى انه شبيبة الزرقاء تكبر كرعية شمالي ورعية جنوبي، ونشوف لهم نشاطات هم ينسقوها لهم مستقبلا ويحكون احنا بس ضيوف فيها. جايين هون نجتمع عساس نبدي بداية ونحط البذرة البدائية لبناء الشبيبة، وإن شاء الله بنستمر. وزي ما أنتوا شايفين يعني إحنا بلشنا بعدد لا بأس فيه، وإن شاء الله بنستمر على طول باسم الرب يسوع المسيح. وكان لنا لقاء مع مسؤولة لجنة شبيبة مطرانية الروم الكاثوليك بأم السماق الآنسة لينا طاشمان. رعية الزرقاء رعية كبيرة وفيها شباب مسيحي كتير، فالهدف كان من هاللقاء اليوم هو أنه نرجع الشباب المسيحي للكنيسة، نرجعهم يجتمعوا، نرجعهم يعملوا نشاطات، لأنه مثل ما الكنيسة بحاجة شبابها، الشباب بحاجة كنيسة. وفي ختام اللقاء تبادل المشاركون الصور التذكارية مع المرشد الروحي وجميع أفراد الشبيبة الناشئة.